السلام عليكم، معكم وحاسر. رجعت لكم بفيديو جديد وهعلمكم ازاي تعملوا صور زي دي. تطير نفسك بالفوتوشوب في اقل من 5 دقايق حتى لو ما بتفهمش في الفوتوشوب. طيب اول حاجه يا جدعان، اول تنقي لنفسك لوكيشن. ايه قطه انا لقيتها في الشارع، ما علينا. لوكيشن زي اللي انا جايبه ده، حاول تتفادى البيت، ما تعملش صوره زي دي في البيت عشان تطلع نظيفه وعشان برضو يبقى في اضاءه كويسه. حاجه هتحتاجها ترايبود، كاميرا دي اس ال ار، كرسي عشان هو ده اللي هتقعد عليه، بقى كده هنشيله بالفوتوشوب، ده اللي هيعمل افكت اكنك طاير. خد من نفس الصوره مرتين، اهم حاجه تكون عامل الفوكس على مانيوال عشان الفوكس ما يعملش شيفت من صوره لصوره. تاخد اول صوره بتاعتك بالخلفيه فاضيه ما يكونش فيها اي حد خالص زي دي. تاني واحده هتاخدها، هتروح واخد الكرسي اللي انت جايبه وتحطه في المكان اللي انت عايز، انت المفروض هتطير نفسك فيه وتقعد عليه وتتصور. اهم حاجه تكون عامل الكاميرا على تايمر عشان الكاميرا ما تتهزش. الصوره اللي انت لسه واخدها مفيش حد في الصوره، هتاخدها بس وانت قاعد فيها. معاك نفس الصوره مرتين، مره وانت قاعد فيها ومره وهي فاضيه تماما. بعد لما تخلص حته التصوير هتتنقل على الفوتوشوب، موضوع مش هياخد منك 5 دقايق. هنرزعها على الفوتوشوب. طب لو انت ما عندكش فوتوشوب، يا اما تشتريه من على النت يا اما تعمل له هاك وتنزله ببلاش زي ما الشعب المصري كله بيعمله. هتعملها، هتروح على فايل اوتوميت فوتو ميرج اوتو، هتروح جاي هنا دايس على براوز وتروح مختار الصورتين اللي انت لسه واخدهم. ساعات لما بتصور ساعات بيبقى فيه اهتزاز خفيف، فاللي عملته ده هيلزقهم في بعض بالظبط. اوكي بص اهي، اختلافات بسيطة بس كل حاجة تعتبر زي ما هي. طب هتيجي بقى على الصورة اللي انت المفروض تبقى فيها اللي هي دي، ولو هي في الدور اللي تحت اعملها دراج، حطها في الدور اللي فوق، فهي كده هي في الدور اللي فوق. جاب الماوس بتاعك ونازل على الايكون اللي تحت دي اللي هي المفروض اسمها لاير ماسك، هتروح دايس عليها، هيظهر بوكس ابيض جميل لطيف هنا كده جنب الصورة. هتعمل كالاتي، تروح عامل زوم ان على، علشان نبدا نشيل الكرسي اللي تحتيك. تروح جايب على البراش تول، هي طالما هنا ابيض يبقى احنا لازم نختار البراش السوداء. اهم حاجه ان انت تكون عامل سيلكت لاير بيضه دي، دايس بي رايت كليك عشان تختار البراش بتاعتك قد ايه. انا مثلا عايزها بالحجم ده، تمام. ده بقى ايه، نمسح واحده واحده اهي، لطيفه وجميله جدا، واحده 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 واحده، وهنظبط كل حاجه بعدين ما تقلقوش. بقى ايه، نمرش بقى ايه في الكرسي اللي احنا عايزين نشيله، تمام اهو، نمرش. دي بقى الحاجات الصعبه اللي هي جنب بقى ايه، الايدين بقى والحاجات دي. هنعمل ايه بقى هنا يا معلم؟ هتقول لي نعمل ايه؟ هتروح دايس بي عشان يجي لي البن تول اللي هو ده برضو تبقى عارف، وهتروح تبدا بقى ايه البن، تبدا بقى ايه تعمل، ترسم حوالين ايه مثلا صوابعك، الحاجات اللي هي بقى ايه الصعب الوصول اليها. تروح جاي ما بين توصل زي ما بدات، تكون علامه الدايره دي، تروح دايس عامل رايت كليك ميك سيلكشن وفيذر ريديس خليها تقريبا 1. لو لقيته الصوره كلها حوالينها النقط دي يبقى هتدوس ام على الكيبورد، وبعد كده تروح عامل رايت كليك واعمل سيلكت انفرس، على اساس يبقى السيلكشن اللي احنا عاملينه الحته اللي جوه بس. ده زي ما قلنا امرش كوماند دي او كنترول دي، السيلكشن يروح. نفس الكلام عند الناحيه الثانيه، وانت بتمرش والمرش بيروح العكس، ده معناه انت عكست البرش. شايف هنا ابيض وهنا ابيض، لا لازم طالما دي بيضة لازم البرش اللي هنا سودة، فهتتاكد انك شغال عكس اللون اللي هنا. الوان الاضاءه مختلفه شويه، فاللي هنعمله هنسلكت اللير اللي في الخلفيه اللي هي اللي تحت اللي هي دي، لو قفلنا العين دي لو قفلناها وفتحناها ونشوف دي منوره، فاحنا محتاجين نضلمها، فهنعمل ايمج. انت برضو على حسب الدنيا عندك ازاي، ممكن تغمقها ممكن تفتحها، وهتروح جاي على برايتنس كونتراست، وانا في حالتنا دي هنروح مقللين سنه. اوكي ارجع تاني على البوكس الابيض وارجع امرش تاني، بس بقى ارجع مرشه كبيره بالظبط كده اهو، علشان يعني زي ما بتقول كده ايه، بنحاول نبلند اللايرز مع بعض، فالخيال بتاعك من تحت. ندوس على الايكون اللي تحت دي عشان نعمل لاير كده هنا خالص، او من هنا عن برش نتاكد ان احنا جايبين السودا، رايت كليك عشان نختار البرش بتاعتنا، شد خط كده هنا على اساس يبقى شكله الخيال بتاعك، وكنترول تي على الكيبورد عشان تقدر تتحكم في الخيال اللي تحتيك. بعد كده هنروح مصغرينه بالمنظر ده، وعلى اوباسيتي قللها شويه، ممكن مثلا تقللها على
35 ولا حاجه كده. عملنا الايفكت اكنك طاير بالفوتوشوب. الموضوع ما خدش مننا 5 دقايق. فايل سيف از الفورمات اهم حاجه ما تخليهاش فوتوشوب. دوس عليها خليها جي بيج تختارها تطلع بكواليتي عاليه فهات اعلى حاجه ودوس اوكي. دي الطريقه البيزك. لكن انا في حالتي بحب دايما بعد لما اعمل الصور دي اعمل للصوره ايديت على اساس ان انا ايه اسيل ده ايفكت يعني اخلي الموضوع شكله رياليستيك شويه. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هعمل ايديت للصوره بقى زياده. تف بقى وانت بتعمل الصور اللي زي دي بقى في ناس بيحط ورق طاير حواليهم في ناس بيحط كتب طايره. يا جماعه يا رب يكون الفيديو فاتكم في حاجه. لو عملتوا صور من دي ابعتوها لي على الصفحه وهنزل احسن صور اتعملت. اعملوا تاج لصاحبكم الفوتوغرافر. تفاهم على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك للفيسبوك بيج. من على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك ودوس على الجرس عشان يجيلك كل جديد. بيشمح ياسر لسنا الوحيدون لكن انا الافضل. اشوفكم الفيديو الجاي لو ان شاء الله قريبا جدا. و السلام عليكم. خش بقى على فوش. السلام عليكم. Put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit, I just